أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. سنناقش في عدد اليوم فرص الشراكة بين إيطاليا والقارة الإفريقية بمناسبة انعقاد القمة الإيطالية الإفريقية بروما، والتي يشارك فيها وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يحضر معي في هذا البلاتو الأستاذ محمد حداد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر. مرحبا بك أستاذ. شكرا لك. شكرا لقبول هذه الدعوة. وعبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق صغور. مرحبا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ، وشكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن في البداية أستاذ حداد، وزير الخارجية تحدث في موضوع ضعف البنى التحتية بإفريقيا، والذي يؤدي سنويا إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2%. هل من بين أهم مطالب البلدان الإفريقية اليوم تشجيع إيطاليا على الاستثمار في البنية التحتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بالنسبة إلى الدول الإفريقية أو دول الصحراء الكبرى، هي البنية التحتية ضعيفة مقارنة إذا بشروط التنمية، سواء على مستوى جانب تكنولوجي أو جانب طرقات أو حتى بالنسبة إلى المؤهلات العلمية التي تسمح لها بتحقيق نقلة نوعية من ناحية الاقتصادية، وبالتالي تحقيق تنمية. إذن أستاذ، أيضا نتحدث أحمد عطاف أيضا تحدث عن عدد المشاريع التي بادرت إليها الجزائر لتصنع هذا الجسر للترابط بين الضفتين. هل يمكن أن نعتبر الجزائر اليوم هي البوابة لتحقيق تكامل بين القطبين؟ هذه مقاربة ممتازة بالنسبة إلى الجزائر، لأن الجزائر تمتلك مجموعة من المؤهلات، سواء كانت مؤهلات خاصة بالبنية التحتية، هي تختلف جوهريا عن باقي الدول في جنوب الصحراء. هذا الاختلاف يكمن في امتلاكها لمؤهلات خاصة بالبنية التحتية، سواء هي الأكبر، أقول جيدا أكبر من كوريا الجنوبية مثلا في حجم الطرقات، حوالي 120 ألف تقريبا كيلومتر بالنسبة إلى سك الحديدية، بالنسبة إلى عدد المطارات 58 مطار، 36 مطار يعتبر كبير، 21 مطار يعتبر متوسط. عندنا كذلك 45 ميناء على مستوى الضفة الشمالية، يؤهل الجزائر الآن لأن تكون وصلة الربط بين أوروبا وبين إفريقيا، أي حلقة أساسية في تحقيق تنمية هذه الدول. نعم، لو تحدثنا أكثر بشكل أو بتفصيل أكثر عن أهمية البنى التحتية والمنشآت القاعدية في تحقيق النمو الاقتصادي. الآن لو نتكلم على حجم تأثير مثلا قطاع النقل في الرفع من معدلة النمو، أو نتكلم عن مثلا التوفير، أو الآن المعد أو ما يعرف بتكلفة النقل في السلعة عالميا يقدر ب 6%. عالمي لو قارنا بالنسبة للدول الإفريقية، نجد من 35 إلى غاية 50% من تكلفة السلعة هي عبارة عن تكلفة للنقل، وبالتالي إشراك الجزائر في هذا الباب يؤدي إلى تدنية هذه التكلفة، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار في هذه الدول، وبالتالي يؤدي إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق رغد العيش أو رفاهية العيش. وبالتالي نلاحظ بأن البنية التحتية هي أساسية، وخاصة مع الاستثمار العملاق التي تقوم به الجزائر في ميناء الحمدانية الآن، ليكون ربما كمنطقة حرة بالنسبة للربط بأوروبا أو حتى بالكتلة الشرقية. تحدثت عن الجزائر وأهمية هذه البنى التحتية، لكن ماذا عن باقي البلدان الإفريقية؟ الآن وجوب أن إشراك هذه البلدان الإفريقية في تحقيق نقلة نوعية في كل القطاعات، اللي تكلمنا على مستوى قطاع التعليم، اللي تكلمنا على مستوى قطاع النقل، وماذا لأنها تعتبر شريين حيوي للاستفادة من الشراكة مثلا الإفريقية الإيطالية. وهذه الشراكة يجب أن تكون شراكة تسمح بنقل التكنولوجيا، تسمح كذلك بتأهيل اليد العاملة، تسمح كذلك
بمرافقة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في هذه البلدان بغية الاستفادة من هذه الشراكة، وبالتالي توفير مناصب شغل دائمة، كذلك تحقيق تحقيق قيمة مضافة واستغلال المواد الأولية الموجودة في هذه الدول وعدم نقلها كخام إلى أوروبا. سنعود إلى هذه النقطة أستاذ بالتفصيل، لكن دعني فقط أستمع لرأي الأستاذ عبد الرزاق الصغور من الجانب السياسي. أستاذ صغور، نعلم أن أهم الرهانات اليوم هي رهانات اقتصادية، لكن سياسيا ماذا يجمع وماذا يفرق بين إيطاليا والقارة الإفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب قبل أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي أو حتى الجانب السياسي نتكلم عن الجانب الاجتماعي الذي أصبح مهم ومهم جدا. نحن نعلم أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تعرضا والأكثر استقبالا للنزوح الأفريقي للمهاجرين الأفارقة. إيطاليا الآن متخوفة جدا من هذا الجانب. نحن نعلم أنه فيه مشاكل اجتماعية رهيبة نتيجة هذا النزوح وهذه الهجرة الغير شرعية. إذن اليوم إيطاليا تعاني من هذا الإشكال. إيطاليا تاريخيا لم تكن موجودة في إفريقيا بشكل مكثف ما عدا في دولتين في هي ليبيا وإثيوبيا. إيطاليا ليس لها علاقات كبيرة داخل القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية تاريخيا كانت مربوطة بفرنسا وببريطانيا، ولكن الآن فيه منافسين جدد داخل القارة الإفريقية وعلى رأسهم الصين، ثم نجد الآن نجد تركيا، نجد حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول التقليدية بريطانيا وفرنسا أصبحت يعني ليست لها يعني وجود قوي بنفس الشكل وتجد منافسة كبيرة من الصين. إذن اليوم نظر الإيطاليين بهذا المنطق. نحن نعلم أيضا أنه إيطاليا تريد وهي تعمل على قضية الغاز مع الجزائر وحتى مع نيجيريا والأنبوب النيجيري الذي سوف يمر من نيجيريا نيجر الجزائر، وهو مهم جدا لأن إيطاليا تريد أن تصبح قائدة لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي والغاز الآتي من الجزائر ومن إفريقيا. إذن اليوم نظن بأن الاجتماع أو هذا المؤتمر الإفريقي الإيطالي الإفريقي هو يندرج في إطار كيفية معالجة القضايا التي تعني أولا نظن بأن الجانب السياسي وهو توقيف وكيفية وإيقاف الهجرة عن طريق تنمية داخل هذه القارة ومساعدة البلدان الأفريقية على أستاذ صغور. سنعود إلى مسألة الهجرة، لكن في نقطة أخرى، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني نائب رئيس الوزراء قال اليوم أن القمة تكتسي قيمة استراتيجية قوية في ظل التحولات الجيوسياسية. تحدث عن التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية للوضع في البحر الأحمر على البلدان الإفريقية وعلى إيطاليا. ماذا يقصد بذلك؟ لا، هو ماذا يقصد الكثير. وأولا يجب أن نعرف بأنه الآن إذا كنا نتكلم سياسيا فإيطاليا كان وجودها قوي داخل ليبيا، اليوم مع إمكانية الوجود الإيطالي داخل ليبيا. الآن ليبيا هي الوجود التركي، الوجود الروسي عن طريق فاغنر، الوجود قوى أخرى داخل ليبيا. نفس الشيء داخل أفريقيا، داخل الساحل، لما تكلم عن النيجر الآن فاغنر، نتكلم عن مالي الآن فاغنر، نتكلم على بوركينا فاسو الآن فاغنر، نتكلم على النيجر أيضا في قاعدة أمريكية تاع الدرون، نتكلم على الوجود الفرنسي، الوجود الأمريكي، الوجود كما قلت الوجود يعني الوجود الصيني اللي هو وجود في العلاقة التجارية. إذن اليوم نظن بأنه إيطاليا تريد أن من جهة كيف يمكن أن تجد لها موقع في القارة الأفريقية عن طريق بعض الحلفاء، ومن ضمن هذه الحلفاء وهؤلاء الأصدقاء وهؤلاء الشركاء هي الجزائر. إذن اليوم نظن لما نتكلم على قضية البحر الأحمر، قضية البحر الأحمر هي قضية الآن أمريكية بريطانية بالدرجة الأولى. لا نجد فيها لا وجود للصين ولا لروسيا ولا لقوى أخرى. الآن في الجانب الحوثي من جهة، أو الجانب اليمني من جهة، والجانب الأمريكي من جهة ثانية.
الآن هذا التأثير أثرت أكيد أنه أثر على الاقتصاد العالمي، ولكن الدول التي تأثرت كثيرا هي إسرائيل، لأنه الآن إسرائيل أصبحت مغلقة، وبالتالي اليوم نظن بأن تكلفة الحرب الغزة فهي تكلفة كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الاقتصاد الأمريكي، لأن أمريكا تمول الاقتصاد الإسرائيلي من جهة وتمول الاقتصاد الأوكراني من جهة ثانية، وهي تمول الحرب هنا وهناك، وبالتالي اليوم نظن في إشكالات كبيرة. الآن إيطاليا، لكن ما نتكلم على إيطاليا، إيطاليا هي الدولة الثالثة اقتصاديا في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا، تأتي إيطاليا إذا ما أخذنا بريطانيا من جهة أخرى على أساس أنها دولة نستطيع أن نقول هذه لسه عضو الاتحاد الأوروبي. إذن اليوم فيها سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أفريقيا، وفيه سياسة الدول الأوروبية تجاه سواء الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية. الآن إذن اليوم نظن بأن وزير خارجية وزير خارجية إيطاليا يريد أيضا أن يجد موقع لإيطاليا في التفاوض في السياسات المعنية بالقارة الإفريقية، لأن اليوم القارة الإفريقية اقتصاديا نحن نعرف أنها قارة يعني اقتصاديا، تكلمنا عن النيجر يعني الناتج 6 ملايير دولار، الماليزيا 30 مليار دولار، موريتانيا يعني أقل من 15 مليار دولار، إذا دول الساحل كلها يعني دول يعني هشة، دول ضعيفة جدا مع هذه الموارد الطبيعية، أكيد أنها تملك اليورانيوم تملك نعم أستاذ صغور، سأعود إليك أستمع فقط لرأي أيضا الأستاذ حداد، الأستاذ في الأستاذ الاقتصاد. أستاذ، ما هي التداعيات الاقتصادية للوضع في البحر الأحمر على هذه البلدان؟ بالنسبة إلى الوضعية في البحر الأحمر عنده شقين، شق إيجابي بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى أمريكا، وشق سلبي بالنسبة إلى الدول الإفريقية. لماذا؟ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع صادراتها إلى أوروبا نظرا لعدم تضررها بقضية البحر الأحمر، وبالتالي هنا مصلحة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، قد نقول بأن العملية مدروسة اقتصاديا. بالنسبة إلى إفريقيا، تقريبا 80% من واردات الدول الإفريقية هي من الصين، من الدول النمور السبع إن صح التعبير، تايلاندا، كوريا الجنوبية إلى غير ذلك. نلاحظ بأن قضية البحر الأحمر أدت إلى تراجع التجارة الدولية بما يقارب 2%. كدولة مثلا مصر، تراجعت إيرادات مصر في قناة السويس ب 45%، وبالتالي أكبر متضرر من قضية البحر الأحمر هي الدول الإفريقية. ارتفاع بولصة التأمين، ارتفاع النقل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يؤدي كذلك إلى ماذا؟ إلى تراجع القدرة الشرائية بالنسبة للسلع المستوردة بالنسبة للمواطن الإفريقي. إذا نلاحظ بأن وكأنه العملية عندها شقين، بالنسبة للدول المتقدمة أو الولايات المتحدة الأمريكية أنه استطاعت عن طريق هذا أن تضاعف أو أن تعمل على نمو صادراتها نحو الدول الأوروبية، بالمقابل أنه تراجع تأثر الدول الإفريقية بالنسبة إلى قضية البحر. هذا اقتصاديا يعني وكأنه الدولة المستفيدة هي الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الباب. نعم أستاذ، وصل معك اقتصاديا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كشفت عن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا أقول، والتي من المقرر أن تبلغ قيمتها أو تتجاوز قيمتها قرابة 6 مليار يورو. قراءة أستاذ في هذا الرقم. بالنسبة إلى قراءة الأرقام، نلاحظ بأن هذا الرقم ضعيف مقارنة مع حجم الاستثمارات مثلا الدول المنافسة مثلا كالصين، مثلا 28 مليار دولار تقريبا أو ما يزيد. نلاحظ بأن الصين منذ سنة 2018 لما يعني عندها تقريبا معدل نمو متنامي، يعني وصلت إلى غاية 7%، إذن الرقم الأخير معدل نمو الاستثمارات في إفريقيا. بل خلال 6 أشهر الماضية كان حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 141 مليار دولار، بل هناك استراتيجية لتحقيق ما يقارب 440 مليار دولار كأرباح خلال 5 سنوات. وبالتالي ما مدى تحقيق ربما هذا الرقم 6 مليار دولار لإيطاليا على أرض الواقع، وما مدى تأثيره مقارنة بالأرقام الأخرى؟ إذن أنا نظن بلي هذا رقم ضعيف، على إيطاليا إعادة التفكير حتى يمكن لها التموضع ضمن كما تكلم الأستاذ صغور. إذا هناك عدة منافسين، عدة لاعبين الآن في الساحة السياسية وفي الساحة الاقتصادية كذلك، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وبالتالي الآن ما هي فرص الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا والبلدان الإفريقية؟
يجب أن تكون شراكة يعني بمفهوم شراكة رابح رابح. يعني وجب أن تكون شراكة حقيقية استراتيجية، أقول شراكة حقيقية استراتيجية عن طريق نقلة نوعية أو نقلة حقيقية للتكنولوجيا. يعني يشعر الدول الإفريقية بأن هناك نية صادقة من إيطاليا بنقل هذه التكنولوجيا، بربما بناء بنية تحتية أساسية تسمح بماذا؟ تسمح بتحقيق شراكة استراتيجية في قطاع النقل، في قطاع صناعة السفن، في قطاع الصناعة الغذائية. لماذا؟ لأن هذه الدول لا يمكن عندنا مؤهلات لما تكلم على السودان الآن. السودان عندهم مؤهلات لتحقيق الأمن الغذائي لإفريقيا. إذن من الذي يستطيع بأن يقوم بهذه الاستثمارات؟ مثلا إيطاليا. إذن يمكن لها أن تقوم الاستثمارات في قطاع الزراعة يؤهلها بتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول، كذلك من جانب الصحة. من الجانب الصحة إذن وجوب أن تكون يعني شراكة حقيقية في النقل، إذن ربما هذه الصناعة الصحية. لكن أستاذ كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة مع هذا الرقم؟ هو تحدي. هنا تحدي الآن إلى التمست الدول الإفريقية هنا نية صادقة من هذه الدول. يعني الرقم ضعيف، أقول جيدا رقم ضعيف، ولكن إذا التمس النية الصادقة ونية الحقيقية بين الدول الإفريقية وإيطاليا يمكن كلبنة أو كلبنة في هذا العام يمكن أن تكون بنمو معدلات مطردة تسمح لها بتحقيق ربما الانعكاس الإيجابي للمستقبل. أستاذ أتحول إلى الأستاذ صغور. أستاذ صغور، ماذا تنتظر إيطاليا من البلدان الإفريقية، وبالمقابل ماذا تنتظر البلدان الإفريقية من إيطاليا؟ أنا يبدو لي أن كثرة الندوات والمؤتمرات وهذه اللقاءات هي مفيدة كجانب إنساني، كجانب ربما يعني ودي، ولكن لما نتكلم على الجانب الحقيقي هناك ضعف كبير خاصة للدول الأفريقية في حد ذاتها. يعني الدول هشة، دول عندها مشكل بناء الدولة. لما نتكلم الآن على هذه الدول، أغلبية الدول تعيش أزمات خطيرة داخلية. هناك يعني أزمة داخل مالي، ونحن نعلم أنه الانقلاب العسكري داخل مالي، والآن وجود الروسي، وجود فاغنر، وجود كثير من القوى تتصارع في مالي. نفس الشيء في النيجر، نفس الشيء في بوركينا فاسو. السودان أيضا يعيش أزمة خانقة، حرب أهلية يعني لا مثيل لها. يعني وبالتالي الآن فيه مشكل بناء، مشكل الدولة في السودان، مشكل الدولة في ليبيا، صراع كبير داخل ليبيا، تدخل خارجي، قوى خارجية، دول الساحل. ما هي الدول الإفريقية التي يمكن أن تتعامل معها إيطاليا على طريقة أنها تبني شراكات؟ الشراكة أولا، حتى نعمل الشراكات ونعمل الاقتصاد ونعمل التنمية، أولا استقرار سياسي. ولما ما يكونش استقرار سياسي وما فيش استقرار مؤسساتي، ما يمكنش نقوم بأي فعل تنموي أو أي فعل اقتصادي أو أي فعل أو على آخر. لذلك اليوم نظن بأن إيطاليا تريد أولا عندها أكيد أنه عندها أجندة خفية أكبر من الأجندة المعلنة، هي أولا كيفية إيقاف الهجرة وعلى الأقل تنظيمها إلى أوروبا من خلال البوابة الإيطالية. إيطاليا تريد كيفية إيصال الغاز الإفريقي إلى إيطاليا. إيطاليا تريد العودة على الأقل بطريقة أخرى إلى بعض الدول الإفريقية، وخاصة ليبيا، لأنه السوق الأكبر اللي كان موجود بالنسبة لإيطاليا هي ليبيا. ولا نعرف أن ليبيا دولة غنية ودولة محورية في شمال إفريقيا ودولة محورية بين جنوب إفريقيا بين دول الساحل وبين الشمال. وبالتالي اليوم نظن أنه في إشكالات رهيبة وفي يعني فراغ كبير داخل الحكم، داخل الأزمة السياسية داخل ليبيا خلت فراغ كبير في القارة. وأنا نعرف أن المساعدات اللي كانت تقدمها ليبيا عن طريق زعيمهم السابق الذي كان يتبنى صغورة. وصلت الفكرة، ابقى معنا لمواصلة النقاش في الجزء الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب فاصل إشهاري ونواصل بقية النقاش. عودة مجددا مشاهدينا الكرام للحديث عن فرص الشراكة بين إيطاليا والقارة الإفريقية بمناسبة انعقاد القمة الإيطالية الإفريقية في روما. إذن واصل معك أستاذ صغور، كيف يمكن للشراكات الاقتصادية بين إيطاليا والبلدان الإفريقية أن تؤثر في علاقاتها السياسية في ظل كل هذه التحولات؟ لا، يبدو لي انه
إيطاليا تركز كثيرا على ربما مجموعة من الدول داخل القارة الإفريقية وخاصة من الجزائر، منها مصر ومنها نيجيريا. اليوم نظن بأنه القارة الكبيرة هي قارة كبيرة وشاسعة وواسعة. جنوب القارة نحن نعلم إفريقيا الجنوبية هي دولة يعني متوسطة، دولة صناعية إلى حد ما، دولة عندها علاقات تاريخية مع بريطانيا ومع الأنجلو ساكسون. إذن اليوم نظن يبقى بالنسبة للشركة، نحن نعلم أنه الإيطاليين متفوقين جدا في الصناعات الخفيفة والصناعات المتوسطة كما قال الأستاذ، وبعض الصناعات الغذائية وغيرها. بالتالي اليوم نظن تشجيع شراكات في هذا الإطار أكيد أنه مفيد ومفيد جدا. نظن أن الإيطاليين راح يحملوا على الشيء اللي يعرفوه أكيد، والشيء اللي يعرفوه هو هذا النوع من ربما هذا الشق من الجانب الاقتصادي. الجانب نظن 6 مليار دولار يعني لا شيء بالنسبة للعلاقات الإفريقية الإيطالية. نحن نعلم أن الجزائر كدولة إفريقية سمعت يعني الديون اللي سمعتها الأفريقية في 5 مليار دولار، وربما حتى يعني الوكالة الدولية للتنمية الجزائرية الآن ربما عملة أكثر من مليار دولار كمساعدة للدول الإفريقية. إذا 6 مليار دولار كشراكة أعتقد لا تستطيع أن تغطي حتى دولة واحدة بشيلها. إذا اليوم نظن بأنه هي بداية. أعتقد أن الإيطاليين رايحين من الآن تساعد أنهم يتوجهوا إلى القارة الإفريقية، لأن وجودهم داخل القارة الأوروبية أعتقد ما عندوش إمكانية كبيرة للمنافسة مع خاصة مع ألمانيا ومع فرنسا ومع بريطانيا وغيرها. إذن اليوم القارة الإفريقية هي قارة يعني بشر بإمكانهم العمل عليها. نعم أستاذ صغور ابقى معي، أتحول إلى الأستاذ حداد. أستاذ حداد، من الجانب السياسي تحدثنا من الجانب السياسي، لكن من الجانب الاقتصادي كيف يمكن للتدخلات الأجنبية في هذه البلدان أن تؤثر على العلاقات والشراكات الاقتصادية؟ هنا بالنسبة لتدخل العديد من الدول في إفريقيا يؤدي إلى رفع مؤشر تنافس، يعني تنافسية هذه الدول بين، هي مؤشر إيجابي، هي مؤشر إيجابي بالنسبة إلى الدول الإفريقية، وكذلك يرفع من التحدي بالنسبة إلى إيطاليا. لماذا؟ لأن لما نتكلم أنه 6 مليار دولار مقارنة مع 28 مليار دولار اللي دخلت بهم مثلا الصين، هي يعني مبلغ ضعيف. 28 مليار دولار في سنة واحدة بالنسبة إلى الصين. إذن وبالتالي هذا التنافس بالنسبة إلى الدول على إفريقيا، لماذا؟ لأن تمتلك المؤهلات أو تمتلك الثروات، تمتلك الإمكانيات، يعني يمكن لإفريقيا أن تحقق نقلة نوعية اقتصادية. إذن الآن إذا أرادت إيطاليا أن تستفيد من هذه الثروات الموجودة على مستوى إفريقيا، سواء كان ثروات بشرية أو ثروات مادية إذن باطنية، عليها بأن تراجع الاستراتيجية الاستثمارية في هذه الدولة، وهي في إطار التحول من الشرق إلى الغرب، أو عفوا من الشرق إلى الجنوب، إذن وجب عليها ذلك. إذن إفريقيا غنية بالغاز، غنية بالبترول، غنية ب أو حتى تكلمنا على الطاقة النظيفة بأن إفريقيا غنية، وتكلفة إنتاج الطاقة النظيفة أو مثلا الهيدروجين الأخضر أو الكهرباء هي تكلفة ضعيفة مقارنة. لكن أستاذ، هذا التنافس هل يعود بالأثر الإيجابي على إفريقيا أم العكس؟ نقول يعود بالأثر الإيجابي على إفريقيا ويرفع التحدي بالنسبة إلى إيطاليا. إذن على إيطاليا إذا أردت أن تستفيد من هذه الثروات الموجودة وأردت مرافقة هذه الدول وأردت أن تكون لها موطن قدم فعال في تحقيق التنمية وشراكة استراتيجية، ما عليها إلا أن تضاعف بمعدلات نمو مطردة بالنسبة إلى المبالغ التي تريد الشراكة بها مع إفريقيا. أما بالنسبة إلى الدول الإفريقية فهي يجب عليها بأن تستغل هذه الفرصة في هذا التنافس الموجود بين الصين، بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين بريطانيا، بين إيطاليا، بين أوروبا الغربية قاطبة، إذن حتى تستفيد أكثر في نقل تكنولوجيا حقيقية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الصناعي، في الجانب الصحة، حتى في الجانب السكن إلى غير ذلك من يعني بوادر
إذا تحقيق النقلة النوعية. نعم أستاذ، أتحول إلى الأستاذ الصغور في نفس النقطة بالحديث عن الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها إفريقيا. في هذا الإطار رئيسة الوزراء الإيطالية أستاذ صغور جورجيا ميلوني قالت أن ما يجب القيام به في إفريقيا هو بناء التعاون والعلاقات الاستراتيجية جادة على قدم المساواة وليس نهبا. أستاذ، ما هي خلفية هذا التصريح ومن تريد ميلوني أن تحمله مسؤولية النهب في إفريقيا؟ الطموح شرعي، إيطاليا تطمح إلى إيجاد يعني موقع لهذه إفريقيا، لكن أقول وأركز دائما على الجانب النظام السياسي الإفريقي، ونظام متهالك، نظام غير قادر على التكيف مع الوضع الدولي الجديد، نظام أنظمة سياسية بانية، في فساد كبير، في مشاكل رهيبة داخل هذه القارة، وبالتالي نظن بأنه حتى التنمية، حتى الموارد، حتى الأموال التي تذهب إلى هذه البلدان تعود إلى أوروبا بطريقة أخرى عن طريق التهريب وعن طريق الفساد. بل اليوم فيه مشكل خطير وخطير جدا في القارة، وهو مشكل المخدرات، مشكل الكوكايين، مشكل الهجرة، مشكل التجارة بالبشر، مشكل الإرهاب. الآن القارة يعني تعيش مشاكل عويصة وعويصة جدا. الآن إذا ما أردنا أن نقيم شراكات حقيقية مع القارة الإفريقية، أولا كيفية معالجة مشكل الإرهاب، معالجة مشكل الاستقرار السياسي، معالجة مشكل الأنظمة السياسية، معالجة مشكل الفساد، وهنا يمكن القيام بعمل الشراكة والتنمية والاقتصاد، ونتكلم على هذه الأشياء. اليوم من يستطيع أن يذهب إلى مالي أو إلى النيجر أو إلى بوركينا فاسو أو إلى ليبيا أو إلى السودان حتى يستثمر؟ هذه البلدان كلها تعيش حروب أهلية، وبالتالي ونحن نعلم أن رأس المال جبان وجبان جدا، ولا يمكن أن يستثمر إلا في الأماكن الآمنة. اليوم أفريقيا ليست بقارة آمنة، أغلبية دولها تعيش الظروف صعبة، بالتالي اليوم نظن الإيطاليين مركزين على مجموعة من الدول بنفسها، وهذه الدول قد ذكرتها، منها الجزائر، منها نيجيريا، منها ربما حتى مصر، يعني كدولة كبيرة وأنها تعاني من مشاكل رهيبة، مديونية كبيرة جدا، انخفاض في العملة تاعها إلى درجة التعويم، لأن مصيبة البحر الأحمر يعني زادت لها الطين بالله. بالتالي نظن أنه القارة تعيش وضع يعني رهيب جدا. اليوم هذا المؤتمر، هذا اللقاء هو مؤتمر سياسي بدرجة الأولى. اليوم العلاج هو سياسي، المرض في إفريقيا هو مرض سياسي، ما هوش مرض اقتصادي. اليوم العاجل المرض السياسي، الاقتصاد يتبع بعد ذلك. نعم. لأن الموارد موجودة، الثروات موجودة، الذهب نعم. موجود، اليورانيوم موجود. نعم نعم، ابقى معي أستاذ صغور في نفس النقطة دائما. أستاذ حداد، ما هي ربما نقطة الاختلاف في تعامل إيطاليا مع إفريقيا وتعامل باقي البلدان الغربية؟ بالنسبة إلى تصريح رئيس الوزراء الإيطالية، هو وكأنه يمكن استخراج أو استقراء منه نية حسنة، أنا وهي تغير نظرة إيطاليا إلى إفريقيا من نظرة استعمارية إلى نظرة شريك اقتصادي سياسي يمكن أن ترافقه في تحقيق مؤشرات أو تحقيق التنمية. إذن هذه النظرة هي نظرة ممتازة. إذن الآن لا ننظر إلى إفريقيا على أساس مركز لنهب الثروات والخيرات، وإنما ننظر إليها على أساس تحقيق الاستقرار الأمني، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحقيق الاستقرار السياسي، وبالتالي بغية القضاء على مجموعة من الآفات، كما تكلم الأستاذ على الهجرة إلى غير ذلك من الآفات، المخدرات، لا أمن إلى غير ذلك. إذن الآن أول بادرة خير تنبع من هذا الدولة هي أنها تغيير نظرة هذه الدولة إلى دول إفريقية. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه وجوب أن تكون شراكة حقيقية، أن تكون شراكة حقيقية، أن أفيد وأستفيد. يعني أنا يمكن أن تكون إفريقيا مصدر لجلب المادة الأولية، مصدر لجلب الطاقة النظيفة، مصدر لجلب البترول، الغاز إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يكون ببلاش، وإنما وجوب أن تكون هناك تضحية من من إيطاليا بغية مرافقة هذه الدول الإفريقية في القضاء على البطالة، في القضاء على الأمن، في القضاء كذلك على عدم وجود بنية تحتية. إذن وجوب على إيطاليا أن تستثمر
أن ترافق، أن تحقق استراتيجية حتى بالنسبة لمؤسسة الصغيرة المتوسطة أو مؤسسة صناعية، وجوب أن ترف في نقل التكنولوجيا إلى هذه الدول بغية استقرار اليد العاملة في إفريقيا. نعم. لكن أستاذ، ما هي نقطة الاختلاف بين إيطاليا وباقي البلدان الغربية؟ قلت أنا هنا تنافس. نعم. هنا تنافس. إلا تكلمنا على الصين، هناك استثمارات مباشرة، هناك استثمارات مباشرة، وبالتالي إلا تكلمنا على أمريكا هي عبارة عن سيطرة سياسية. نعم. إذن إلا تكلمنا الآن، لماذا؟ لأن إيطاليا كانت عندها مستعمرات في إفريقيا، منها الآن منها ليبيا، وبالتالي الآن هي تعلم متطلبات الدول الإفريقية، وبالتالي أكثر عندها قراءة استراتيجية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي يمكن لها أن تحقق شراكة حقيقية في الأرض الواقع. نعم. أستاذ، أتحول أيضا إلى الأستاذ صغور. أستاذ صغور، أهم مشكلة يواجهها الطرفان وتطرقت إليها اليوم ميلوني هي مشكلة الهجرة كما تحدثت من قبل. وميلوني تقدمت بمقاربة أقول التنمية في الاستثمارات والاستراتيجية للحد من الظاهرة. هل هذا ما يدفع بإيطاليا إلى الاستثمار في إفريقيا اليوم؟ لا أعتقد أنه إيطاليا لوحدها تستطيع الاستثمار في إفريقيا. إيطاليا لما تكلم عن الهجرة ليست مشكلة إيطاليا لوحدها، وإنما مشكلة أوروبية. ولما تكون مشكلة أوروبية معناها أنها سوف تتعامل مع الدول الأوروبية الأخرى للقيام بمساعدة بعض البلدان المصدرة للهجرة، وخاصة دول الساحل. إذن اليوم نظن بأن الإيطاليين يحاولوا عن طريق هذا المؤتمر كيف يمكن أن يجذبوا مجموعة من الدول الأوروبية لمساعدتهم للدخول إلى إفريقيا في إحداث نوع من التنمية ونوع من الاستقرار، حتى يمكن توقف هذه الهجرة التي أضرت كثيرا بإيطاليا وببعض الدول الأوروبية. كذلك يجب أن نعلم بأنه اليوم الدول المنافسة لأوروبا هي كبيرة وكبيرة جدا، وليست من القارة الأوروبية، وخاصة الصين والهند، والآن حتى البرازيل بدأ يتدخل، وأمريكا هي موجودة عسكريا ولكن أيضا تريد الآن التواجد الاقتصادي. إذن الإشكال الكبير على أوروبا. أوروبا الآن أصبحت يعني قارة قديمة جدا، وقارة لا تستطيع أن تنافس، يعني رغم أن إمكانياتها ومواردها، ولكن لم تعد قادرة على منافسة الصين ولا منافسة الولايات المتحدة الأمريكية. حتى تركيا أصبحت الآن يعني دعم مهم في إفريقيا. إذن في إشكالات كبيرة. الخطاب السياسي بالنسبة للرئيس الوزراء الإيطالية، من حقها أن تدافع عن بلدها، من حقها أنها تقوم بإعطاء نوع من الترغيب ونوع من للإفريقيين للأفارقة، ولكن يبقى المشكل الإفريقي يوم استطيع أن نحل إشكالية الدولة في إفريقيا، يوم نحل إشكالية الإقرار السياسي في إفريقيا والمؤسساتي، يمكن هذه الدولة هي أن تقيم تنمية ببعض إرادتها مع من تريد ومع بعد، وهي التي تختار الدول التي تريدها، وليس هذه الدول هي التي تختار إفريقيا. نعم. أستاذ صغور، ابقى معي. تحول إلى الأستاذ حداد في نفس النقطة فيما يخص تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. أستاذ، ما هو تعليقكم على المقاربة الاقتصادية التنموية التي قدمتها ميلوني للحد من الهجرة؟ بالنسبة إلى حل هذه المشكلة، هو لا يكون بجرد قلم. نعم. يعني وبالتالي ليس اتخاذ قرار يؤدي إلى حل المشكلة، لأن المشكل معقد ومركب. نعم. لما نتكلم على حل مشكلة الهجرة، نتكلم على بيئة الأعمال الموجودة في الدول الإفريقية. لما أول عنصر لما تكلم الأستاذ قال لك هو الاستقرار السياسي. نعم. أو الاستقرار السياسي. إذن لما نتكلم على الشفافية، نتكلم على هجرة رؤوس الأموال، نتكلم إذن هناك عدة عناصر وجوب أن تكون فيها مرافقة من هذه الدول بغية تحقيق الاستقرار السياسي، استقرار أمني، وكذلك شفافية، وكذلك بيئة عمل ممتازة، حتى يمكن لهذه الدول الاستثمار اقتصاديا وتحقيق نتائج على أرض الواقع، وبالتالي رفع من القدرة الشرائية للمواطن، تحسين ظروف المعيشة، تحسين السكن إلى غير ذلك، حتى يمكن لنا أن نقلل، لا نقول نقضي على المشكل، وإلا قلال من مشكل الهجرة
إذن إلى الدول بصفة عامة بصفة أوروبا. الشراكة في هذا الباب لا تكون بين إيطاليا فقط، لما خاصة لما تكلم أستاذ، فقط بين إيطاليا وإفريقيا، وإنما هنا شراكة أوروبية إفريقية. وبالتالي وجوب استثمار على الدول الأوروبية أن تستثمر بقوة وبجدية وبنجاعة. في ماذا؟ في اقتصاديا حتى يمكن لها تحقيق الاستقرار وبالتالي الإقلال من معدلة الهجرة. نعم أستاذ حدث، كنت تحدثت من قبل عن التنافس. إيطاليا تريد اليوم صفحة جديدة في العلاقات بين الضفتين، ربما ما هي فرصتها أو فرصها في التواجد في إفريقيا في ظل التجاذبات الدولية حول المنطقة؟ افريقيا او ايطاليا عفوا تمتلك فرصه بالنسبه الي افضل من باقي الدول. لماذا؟ اولا تربطها صداقه كبيره وكبيره جدا وشراكه كبيره جدا مع الجزائر. الجزائر لها مؤهلات كبيره جدا من ناحيه البنيه التحتيه ومن ناحيه الثروات التي يمكنها بان تكون بوابه لافريقيا، وايطاليا تكون بوابه لاوروبا. ايطاليا تريد ان تكون بوابه أوروبا في نقل الغاز، في نقل الكهرباء، في نقل الهيدروجين الأخضر. الآن هذه الشراكة التي يمكن أن تكون بين البوابتين يمكن أن تكون كمفتاح ربما تحقيق استراتيجية فعالة وعميقة بين إفريقيا وأوروبا. نعم أستاذ حداد، نسمع أيضا لرأي الأستاذ صغورة. أستاذ صغورة، ميلوني تتحدث عن مصير مترابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ماذا ينقص اليوم للوصول إلى هذه المثالية في العلاقات المبنية على أسس صحيحة بعيدا عن إغراءات مفترسة وأيضا عن النهج الخيري المتبع في التعامل مع إفريقيا؟ لا، هي أكيد أن القارة الإفريقية هي أقرب قارة إلى أوروبا. أيضا تاريخ المهاجرين فارقة داخل في أوروبا، عليها داخل أنا من دورة للأسير. نعم أستاذ، نعلم أنه داخل الحكومة الإيطالية أو داخل الحكومة الفرنسية كثير من المهاجرين، بالتالي ألو. نعم أستاذ، هل أنت في الاستماع؟ أستاذ صغور، يبدو أن المكالمة رديئة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل المقدمة، كنت معنا في برنامج مع الحدث. إذن وصل مع الأستاذ حداد. أستاذ، كما استمعت، رئيسة الوزراء الإيطالية تتحدث عن مصير مترابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ماذا ينقص اليوم أستاذ للوصول إلى هذه المثالية في العلاقات المبنية على أسس صحيحة بعيدا عن إغراءات مفترسة وأيضا عن النهج الخيري المتبع في التعامل مع إفريقيا؟ إذن أولا قلت هي أنها صادقة. هي صادقة بعدم النظر إلى إفريقيا على أساس أنها مصدر للطاقة فقط، وإن هو نظرة استعمارية. هذا أول شيء. نظرة ثانية، وجوب أن تكون مرافقة حقيقية. المرافقة حقيقية. ثالثا، وجوب توفير الجو المناسب لبيئة الأعمال سياسيا اقتصاديا ماليا. كذلك وجوب أن تقوم بالتضحية بالاستثمارات في البنية التحتية بغية الرفع من إمكانية هذه الدول للوصول إلى مستوى معين يؤهلها في تحقيق مجموعة من المؤشرات التنموية في قطاع الصحة، قطاع السكن، في كل القطاعات. إذن حتى يتسنى تحقيق استقرار اجتماعي سياسي اقتصادي يؤهل بالتأثير على الإقلال من مؤشرات مثلا الجريمة، الهجرة إلى غير ذلك، حتى يمكن أن تكون شراكة حقيقية بين إيطاليا أو بين أوروبا قاطبة وإفريقيا. نعم، شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل وتوضيحات المقدمة بهذا الخصوص، كنت معنا في برنامج مع الحدث. شكرا لك أستاذ. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث. إلى اللقاء.